احيانا ينظر للعمليات الارهابيه بوصفها عمليات نشأت وترعرعت في العصر الحديث، ويغفل كثير من المحللين الجذور التاريخيه لهذه الظاهره. ومن المعروف ان اي تنظيم ارهابي ينشأ هو ينشأ لتحقيق أهداف سياسية في البداية. ربما يكون هذا التنظيم يدافع أو يحاول أن يكتسب حقوقا لأقليات، لطوائف مذهبية أو طوائف دينية أو عرقية. المملكة العربية السعودية دعت مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب، فرنسا الاتحاد الأوروبي دعت لمؤتمر دولي، كل هذه المؤتمرات عقدت بدون يعني بتوصيات عامة، بدون مواجهة حقيقية، بدون تعاون، والجميع لجأ للخيار الأسهل بالنسبة لهم هو المواجهة العسكرية والتبادل الاستخبارات والتضييق على عملية التنقل بين المواطنين، وهذا سوف يؤدي لمزيد من الإرهاب وليس لمواجهة الإرهاب. هذا التمويل اللي نسمعه من التفكيرات، نسمعه من العربات المفخخة، نسمعه من الإعلام، لأن الإعلام يزيد التفكير تفكيرا، الإعلام يزيد أو يسلط مزيدا من الضوء على الحدث، وبالتالي يحدث التأثير الذي يريده الإرهاب والجماعات الإرهابية. ومن هنا وعلى مر فترات طويلة لم يستطع الإرهاب أن يبعد عن الإعلام، ولعل مثال واحد لأبي مصعب الزرقاوي الذي غلب الأمريكان في العراق. هذا الرجل كانت توجد صعوبة في الوصول إليه من قبل القوات الأمريكية في العراق. لنقطة المعلومات المتوفرة عنه،